ازاي تسكن في دهب في مكان معقول وبسعر اقتصادي. الكامب هو فندق صغير لكن بشكل اقتصادي. انتشار الكامبات في دهب وفي العالم كله ساهم في انتشار ثقافة السفر الاقتصادي. تقريرنا النهارده هيكون عن كامب شارلي هاوس واللي موجود في دهب. شارلي هاوس مكان بيجمع جنسيات كتير مش بس مصريين، وفي كمان دورمز ودي سراير مشتركة بتكون موجودة في غرفة واحدة مكيفة وداخلها حمام. سعر الفرد فيها بيكون 50 جنيه في الليلة، وكمان في غرف فردية بتكون سعرها 100 جنيه للفرد في الليلة، ودي اللي احنا جربناها. والحمام بتاعها بيكون خارجي مشترك مش داخل الغرفة، لكن اغلب الوقت نظيف، واوقات كتير جدا بتنزل اسعارها ل 20 جنيه في الليله لو حجزت معاهم 5 ليالي ب 100 جنيه. وفي اخر التقرير مستر احمد المسؤول عن الكامب هيوضح لنا ازاي تقدر تسكن معاهم ببلاش. الكامب كمان دخله غرف فندقيه تانية مكيفه بتكون تبع نيو لايف، سعرها بيكون 250 جنيه للغرفه الدبل، بالتالي سعر الفرد فيها بيكون 125 جنيه في الليله، ودي غرف بتكون مكيفه وداخلها حمام خاص بيها وبتشوف البحر صف تاني. المكان بشكل عام مميز جدا رغم بساطته، الحمامات مشتركه لكن نظيفه باستمرار، وفي هناك جو جميل جدا مش موجود في كامبات تانية كتير. التجربه كويسه جدا وهتعجبكم. المفترض وزي ما اتكلمنا هنا الغرفة بتبقى اقتصادية بشكل كبير، يعني زي ما انتم شايفين مجرد مروحة، الدنيا شكلها حر شوية، والمفروض بيبقى فيه سرير واحد بس الاوضه دي غالبا ممكن يكون اللي هي السنجل مش فاضيه، فبالتالي موجود فيها سريرين. الشباك ده مقفول والشباك ده بيبص على الجزء اللي بره اللي بنخش منه، وفيشه زياده مفيش فيشه غيرها للاسف في المكان، والمروحه وشكرا كده، واللمبه الصغيره اللي فوق ديت كويسه بالنسبه للسعر بتاعها، وخاصه كمان ان في ايام تانية كمان بعد اسبوع من دلوقتي هينزل اوفر اللي هو بيبقى 5 ايام ب 100 جنيه، يعني اليوم ب 20 جنيه. فكويس يعني مجرد ان انت تلاقي بس مكان تنام فيه، لان دهب في الاساس مش موجود عشان تقعد في منتجع او تثبت في مكانك، لا عايز الحركه تبقى طول الوقت بره وبس، المكان بيبقى عن نوم مش اكتر. صباح الخير، انا احمد الحيتي تشارلي هاوس. طبعا حابب اوضح في البدايه ان احنا الهدف من المكان هنا انه يكون مكان اجتماعي وثقافي من الدرجة الأولى، مش مكان تجاري. تقدر تيجي كجست عادي، البرايفت روم هي بتبقى أحسن أسعار في دهب، تبدأ من أول 100 جنيه. في دورمز الغرف المشتركة من أول 50 جنيه، بس لو عايز تيجي كفالنتير برضو ممكن تيجي كفالنتير تساعد معانا في تسكين الناس وتجهيز الغرف. ده مجال، في مجالات تانية للفالنتيرينج لو بتلعب مزيكا أو في حاجة تقدر تقدمها. برضو بيبقى عندنا language exchange events، بتبقى زي كامبات كده اسبوع مثلا للغة معينة، تبادل اللغات لو انت حابب تتعلم لغة معينة او انت عندك خبرة في تدريس لغة معينة، مثلا انت الانجليش كويس حابب تدرس انجليش، وان ريتيرن ان انت تتعلم مثلا اسبانيش. ده اللي احنا بنعمله في تشارلي هاوس. تمام جدا، متشكرين جدا الصراحه احمد، وربنا يوفقكم. بصراحه المكان عجبني جدا يعني. ميرسي.